تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها وتشهدها ولاية جيجل في تسجيل خسائر كبيرة ومعتبرة في القطاع الفلاحي. حقول الفراولة التي تشتهر بها الولاية في السنوات الأخيرة غمرتها مياه الفيضانات وأتلفت المحصول الذي كان جاهزا للقطف. بسم الله الرحمن الرحيم. كما راكم تشوفوا الباب ما خلى والو. نطلبوا من السلطات ان شاء الله يشوفوا معنا، ورانا نضرينا بزاف. والحمد لله على كل حال حاجه تاع ربي سبحانه مرحبا بها. نطلبوا من السلطات يشوفوا معنا برك. نتمنى من السلطات تشوف الاضرار اللي رانا واقعين فيها. كارثة طبيعية بأتم كلمة يعجز اللسان عن التعبير، يعني ما كاش. نتمنى السلطات تشوف معنا وتشوف مع جميع الفلاحين ولاية جيجل. كما راكم تشوفوا الحالة راهي رانا كيما راكم تشوفوا رانا ندرنا بزاف. أضرار كبيرة كبيرة جدا. كاين مئات الفلاحين، ماشي غير واحد ولا زوج ولا آلاف. خسائر كبيرة، خسائر كبيرة تسبب فيها الفلاح. هذا منتوج الفراولة اللي البري تاعو عالي، كلش فيه يعني الإنسان ما يقدرش. مصاريف كبيرة و خسائر بالملايير، خسائر كبيرة، خسائر بالملايير. ربي يعوض علينا ونتمنى من السلطات تشوف فينا. هذا واش راح نقولوا ان شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. انا احد الفلاحين المتضررين من فيضانات الامطار الكثيره التي اصابت الولايه. خسائر ماديه كبيره جدا. نطلب من المسؤولين والرؤساء ان ينظروا الينا ويعاونونا بشي اللي يقدروا عليه. احنا ما كسبنا والو، احنا العام اللي كنا في المواصل من 7 شهور، ولكن قدر الله وما شاء فعل. نطلب العون منكم ومن الله تعالى. نتمنى من السلطات تشوف لينا وتجي تشوف معنا.
في سياق ذي صلة، تعرض طريق الكورنيش الرابط بين ولايتي جيجل وبجاية للانهيار في عدد الأجزاء على مستوى بلدية العوانة. الانهيارات قد تهدد الطريق بأكمله وقد تغلقه في وجه حركة المرور في حال استمرار التساقط الغزير للأمطار. الرجاء من سواق المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء استعمالهم لهذا الطريق وغيره مخافة استمرار انزلاقات التربة. بعد التساقطات المطرية الكثيفة شهدت معظم أحياء وبلديات ولاية جيجل سيولا جارفة تسببت في قطع العديد من الطرقات الوطنية والولائية إلى جانب تسرب المياه إلى عدد من المنازل والمحلات التجارية. الأمطار طاحت بزاف من ليلة أمس. أول حاجة نشتري الحماية من البارح ويا هنايا. البارح ما كان والو الحمد لله، ولكن اليوم الصباح أبيبري 10-11 يعني فيضان المنطقة هذه فاتت كاملة، جراو معنا داروا معنا ما قدرنا ما نديروا، يعني كارثة لا توصف لا توصف بكل يعني الكارثة. جات الحماية يعني نشكروهم على الجهودات المبذولة نتاع الحماية المدنية والسلطات الولائية، يعني قاموا بالدور ديالهم. 6 الصباح بدات هذه الفيضان هذه، والمشكل ديالها في فم الواد هاوليه، هذاك هو المشكل ديالو. الحماية الآني ولا الشرطة نهار الطول هم يدوروا هنا، الشرطة كي الحماية. خسائر مادية معتبرة خلفتها هذه الأمطار الغزيرة، لكن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية ومختلف الجهات المختصة قلل من حجم الأضرار الناجمة. كل الفرق تم توزيعها ليلا للقيام بمختلف عمليات التدخل، سواء منها عملية التعرف أو عملية الإنقاذ في الأماكن الوعرة أو عملية مستصلح المياه، تخص أول نقل إنقاذ 40 عائلة منطقة العيشة، ثم إنقاذ 21 شخص عالقين بأربع أودية على مستوى الولاية. عملية الإنقاذ والإجلاء راهي متواصلة. مديرية الأشغال العمومية وبجميع فروعها الإقليمية قد جندت كل الإمكانيات المادية والبشرية منذ ليلة أمس، يعني كان تدخل على مستوى جميع المحاور من أجل يعني إزالة كل مخلفات من الحجارة المتساقطة والأشجار إلى آخره. هذا وتبقى عملية فتح الطرقات وامتصاص المياه متواصلة عبر مختلف بلديات الولاية للحفاظ على الأرواح والممتلكات.